مرحبا بكم احبائي اصدقائي وما كنتو تابعوني اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه فيديو جديد طبخه جديده اليوم طبختي كثير طيبه وهي صعبه بدها شغل زياده اما كثير لذيذه إلا جمهور كثير كبير واليوم جاي وجايبه بالوصفة معك وراح اتعب كثير بس بدي لايكات كتير مشان ترفعولي هالفيديو لأكبر عدد من المتابعين تابعوني ورح تدعوا وهلا لازم نجهز هالنا ونروح على المطبخ البداية رح نبلش بسم الله عنا حمص مثل ما شايفين لازم ننقيهم وبعدها نغسلهم كتير منيح وبعد ما نغسلهم نقعهم مي سخنة مثل ما شايفين غسلناهم وهلا نزلنا عليهم شوي كربونات صوديوم وراح ننزل عليها مي سخنة ونتركها ليلة كاملة لتاني يوم طبعا هلا هون عندي رح نبلش ننظفهم بالبداية رح أخبركن هذول المصارين أو اللي المنبار الأسماء كتيرة هاد بنتركه على راح نبلش بالكرش عندي كروشي شوفوا لي بدها تنظيف كتير كتير من برا ومن جوا بالبداية لازم نفتحهم هيك يعني بنتخلص من هالدهون هاي ولازم نغسلها كتير كتير منيح طبعا وكمان بحاول بعدها أه بقصو بقصه بعملون اقسام وكمان رح اغسلون مرة تاني شوفوا ليها لازم تقلبوها من هجية ومن هجية يعني ما بتخلوا شي لا من جوا ولا من برا وقد ما فيكن لازم تفتحوا حد هاي بالبداية رح نبلش بالراس عندي نقطة كتير كتير مهمة بالنسبة للإذن لازم محلة تنظفوها كتير كتير منيح صحيح ما بتبين بس جواتها كلها شعر بتدخلوا سكين بتتخلصوا من الوبر جوا بتنظفوها كتير منيح من جهتين محل الاذن شوفوا لي صحيح ما بتبين بس جواتها كلها شعر هي خطوه كتير ضروريه وبتعرفوا بصراحه الراس مع الجلد كتير طيبه بس ما توفر معنا لهيك جبت المسلوخ شوفوا لي رح احاول ادخل السكين من جوا واتخلص من جميع الوبر من جوا الخطوة الثانية لازم أتخلص من الأسنان راح أعمل على هالشكل هاد وبحاول أفتح الراس بدي قوة قوة بصراحة السكينتي كمان ما كانت تساعدني كان صعب شوي يعني بحاول افتحها وبعدها برجع للسكين شوفوا لي وهيك انفتحت الراس يعني انا ما بعملهم مع الاسنان صراحة شوفوا لي يعني بتخلص من الاسنان على هالشكل هذا يعني قطعة شوي يعني ما سميكه كمان لحم رح آخذ اللحم وأتخلص من العظم ما في داعي أطبخها وأشوه طبختي بالأسنان أنا بعملها على طريقتي إنتو حرين حسب ما بتحبوا أنا بعملها هيك وما بطبخ الأسنان بين الطبخة شوفوا لي يعني جلدة صغيرة مثل مشافي يعني باخذ اللحمه وبتخلص من العظم ما في داعي احط بيناتها يعني ما صعبه بنوب بنوب وهيك تخلصت من العظمه شوفوا ليها اياها للراس لازم نتخلص من الاسنان كمان شوي وهون كمان لقيت قطعه جلده لازم ننظفه كتير منيح انا الانف كمان بقصه صراحة ما بخلي هذا العظم ما في داعي يضل بين الاكل لا فيه لحم ولا فيه شي رح انظفه كتير منيح وبقطع الانف كمان فيكن تحطوا ضربة او ضربتين لمحل المخ هيك على هالشكل هاد بس ما في داعي اذا سلقتوها كتير منيح لحالة راح تنفك هيك راح اقصهم وانظف الاسنان وبعدين نرجع له تركتهم على جنب وجايين لهون هلا هون في خطوة كتير مهمة طبعا مثل ما عارفين لازم ننظفون هيك هي معروفة كتير بس في شيء تاني كتير ضروري يعني لازم تنتبهوا له جوات الإجرين يعني عند الفتحات لازم تنتبهوا له في مثل كيس شعر ايه هون هاد بيجي مثل كيس وجواته بين الجلده هيك هلا هون عم تبين شعرة شوفوا لي هذا مبين واحيانا ما بتبين هيك مثل الكيس جاي لحم بجواته شعر لازم تنتبهوا له لازم ينقام قبل حتى التنظيف مشان ما تنسوه هيك ابلش انظفهم لازم ينقاب هذا الكيس وبعدها ننظفهم كتير كتير منيح جينا على المصارين أو الممبار <applause> لازم نشال كل هل دهن إلا دهن كتير كتير ما بدي إياها يكون مدهنة كتير صراحة يعني نخلي معاها دهنة بس مو زيادة لأنه راح نحط اللحمة كمان جوات الحشوة ما بدي إياها تكون هيك مدهنة زيادة مثل مو شايفين أتخلص من الدهن واغسلهم كتير كتير منيح هلا الغسيل بورجيكم طريقة كتير سهلة يعني منا صعبة بنوب انتو لازم تنزلوا الراس البمبار لتحت شوفوا لي اياها وبتحاولوا تقلبوها مع المي دغري رح تنقلب شوفوا لي اياها شوفوا الخطوة مثل ما شايفين بنزل البمبار على هالشكل هذا بغسلها كتير كتير منيح طبعا انا غسلتها قبل هلا كمان وراح اغسلها هيك كتير منيح وبعدها حابة ارجعها مثل ما هي شوفوا ليها راح ارجعها بنزل نفس العملية بنزل البمبار لتحت وبنزل معه الحنفية المي شوفوا لي على جوا دغري راح ترجع متل ما هي هيك بتعرفوا انه كتير صارت تمام على الراس متل ما شايفين تخلصت من الانف وكمان من الاسنان وهيك صار كتير نظيف طبعا اللسان بعد ما نسلقه رح نتخلص من الجلد تبعها مو هلا فيكن تخلوا لسان معها وفيكم تقطعوها لقطعتين ورح نغسلها كتير منيح ونحطهم على جنب بس لسه ما خلصنا لسه بده تنظيف جينا على الكروشي عندنا الكرش لازم يعني يتنظف كتير كتير منيح نتخلص من هالدهون اللي فيها وبعدها نغسلون كتير منيح مثل ما شايفين ونقلبون يعني قد ما فيكم لازم تنظفوها هون بعد ما نظفتها آه لازم نقصهم هيك قطع انا حبيت القطع الصغيرة وانتو يعني حسب ما بتحبو صغيرة او كبيرة وبعد ما اقصها كمان راح اغسلها انتو تعرفوا يعني الطبخة بدها غسيل كتير كتير بس تابعوني ورح تشوفوا النتيجة كيف راح تكون شوفوا ليها انا حبيت اقصهم على هالشكل ها على فكرة انا خياطة كمان واكيد في عندي متابعيني يلي خيطلون خلي يكتبوا تحت في الكومنتات كيف كانت خياطتي بس تركت لظروف صحيه وهيك شوفوا لي هلا رح نبلش نقصهم وبعدها رح نغسلهم مره ثانية مثل ما شايفين هلا هون نقطه كتير مهمه فيها شعر قد ما نظفتوها جوات العظمه فيها شعر لازم تنتبهوا له وتغسلوها كتير كتير منيح هلا رح نبلش الخطوه اللي بعدها هون مثل ما شايفين انا بعد ما نظفتهن قد ما كان يجوز بنلاقي شعر او وبر ما بنقدر نشوفون هيك بنتخلص من ال آه كل شيء تمام ورح ناكل اكل كتير نظيفة صراحة هون كان بدنا مساعدة ساعدونا ويعطيونا العافية بهالخطوة هاي يعني هيك بنكون متأكدين انه كل شي صار نظيف يعني بنحاول قد ما فينا نحرقهم بالنار شوفوا لي انا بقول هون وهون <applause> وهات كمان مع انو ما فيها جلد كمان يجوز في شعر او شيء يعني حتى ريحتها بتكون طيبة لما بنعمل هالخطوة هي شوفوا ليا يعني شوي بنحرقهم وبعدها بننظفون كتير منيح يعني بدنا غسل كتير منيح كل شيء اللي عملته لا حطيت فيه منكهات ولا شيء لانه ما بيصير بتحطوا خل او اي شيء الا للمرحله الاخيره لانه اذا حطيتوا الخل ومو ناضفين كتير يعني راح تضل ريحه الطبخة مو طيبة بنوب أما إذا كانت كتير نظيفة وتحطوا الخل والمنكهات يعني بتضل ريحتها بتجنن مثل ما شايفين هلا خلصنا وجينا هون الخطوة الأخيرة بالتنظيف نزلنا خل وملح والليمون أهم شيء الليمون وورق وحطيت حبات هيل اعملوا هالخطوة هاي صراحة كانت صغيرة ففضيتها ب جاط كبير لازم نعبيه مي وتظل ساعة ساعتين ما في اي مشكلة شوفوا لي اياها ضلت ريحتها رح تجنن اذا ما بتطبخوا ولا تاني يوم بس تفضوا وتخلصوا من المي حطوها مع المنكهات بكيس او علبة وتحطوها بالبرات يعني ريحتها تجنن ما رح تحسوا انه يعني بس تشموا ريحة الليمون والحبه يعني بتجنن الريحة شوفوا لي النظافة تركتن عجنة وجينا الرز مثل ما شايفين الرز عندي كيلو حوالي كيلو رز طبعا حسب ما انتو راح تطبخوا ما في احط لكم الكمية اللي راح تعملوها كمان عندي نص كيلو ال هو 600 جرام اللحم كمان حط فلفل أسود عندي فلفل أحمر وعندي ملح وكمان نعناع هلا وعندي زعفران هلا عندي خطوة في بعض الناس ما بيحطوا توم أنا بحط التوم جواته وهي اختيارية حسب ما بتحبوا وفي منهم بعض ما ينطبخ يحطوا لتوم يعني ما بيحبوا يحطوا توم جواته وهي اختيارية حسب ما بتحبوا أنا عملتها هيك وعملتها هيك بس بحبها على هالطريقة هي أكتر حطيت عليها ملعقتين زيت الزيتون وهي اختيارية فيكن تحطوا زيت عادي بس شوي وراح أخلطهم كتير منيح وحسب ما بتحبوا الكمية اللحمة كمان هذا حسب الاختيار يعني حسب الموجود أو حسب ما بتحبوا انتو هلا رح أخلطهم كتير منيح وبعدها رح نبلش فيهم هلا صاروا جاهزين رح نبلش بالمصارين أو البنبار مثل ما بيقولوا رح أعمل هالخطوة هاي شوفوا لي إياها من, من فوق لجوة يعني بحاول أدخل الرز ومع ال... لجوا لجوة شوفوا إياها خطوة كتير سهلة يعني ما بدها شي على هالشكل هذا أهم شي لا تكتروا كتير زيادة يعني بتخليكم خليكم يعني بس تحشوها بتخلوها على راحتها ما تحشوها زيادة لا زيادة ولا ناقص بس خلوها على راحتها لانو حبات الرز كمان راح تنفتح واللحمة كمان يعني شوفوا ليها اللحمة مو مدهنية كتير حتى تروح لهيك خلوها على هالشكل هذا هيك تكون على جنب وكمان رح نبلش بوحدة تانية نفس الشي شوفوا لي رح نحشيهم وبعدها إذا لقينا إنه الفتحات كتير كبيرة فينا مثل هاي نخيطهم بالخيط مشان الحبات الرز ما بتطلع لبرا بس الراس وانا بالعادة بقصهم يعني ما بخليهم المنبار كتير طويل هيك بتسهل بالطبخ وما بيعلقوا بعضهم بلاقية هيك احلى <applause> شوفوا ليها انا بخيطهم على هالشكل هذا وفيكم تتركوها او يعني تربطوها نفس الشيء وبعدين تقصوها بس انا بحبها على هالطريقه هي مثل ما شايفين هلا هون انا حبيت اعملها بالحفاره كمان بتحطوا راسها وبتنزلوا هيك على هالشكل هاد متل ما شايفين هي كمان خطوه انا بعمل هيك كمان وبعملها على هالشكل هاد حسب ما انتو بتحبوا شوفوا إياها هيك بستثمر فين على هالشكل هاد أكل كتير طيبة وبعض يعني الناس أكيد ما رح يتقبلوها ، بس في جمهور كتير كتير كبير ، بس جربوها وإن شاء الله رح تلاقوها أطيب أكلة يلي ما عم ياكلوها شوفوا لي هاي كمان لازم تخيطهم متل ما شايفين بس لا تعبوها يعني مقدار ملعقة واحدة بتحطوها وخليها هيك على راحتها لا تعبوها بنوب كمان لازم نخيطها نترق خيط شوي زيادة من هاي الأطراف من طرف هون وطرف الثاني ونشكون هيك بالإبر مشان تسحب المي لجوات الكرشة شوفوا لي بعد ما خلصوا كمان رح اغسلهم مرتين شوفوا لي هاي من تحت ومحل الرفيع رح نبلشها لفوق مثل ما شايفين طبعا هاي ها يعني القطع حسب ما انتو بتحبوا فيكن تكبروها او تصغروها وتخيطوها مثل ما بدكن اهم شي يكون نضاف هاي اهم خطوة شوفوا ليها رح نخيطها وبعدها بعد ما خلصوا رح انظفهم مرة تانية هلا صاروا جاهزين نظفناه وغسلناه صاروا تمام التمام شوفوا ليها الخطوه اللي بعدها عندي شويه لحم وهي اختياريه حسب ما بدكم شويه فيها دهن يعني بخلطها مع الوصفه بالبدايه رح بلش فيهم رح اقليهم طبعا راح انزلهم على الطنجره وشويه زيت كانت بالطنجره رح اخليهم ياخذ لون مثل مو عارفين لازم تكون الحراره قويه وما بيتحرك ولا تخطوا ولا شيء عشان يعني بس ياخذ لون هلا حطيت حبه ثوم حبتين نومي وكمان ورقتين غار وشويه زعفران رشيت علي شويه فلفل اسود راح احرككم كتير مني هاي ملح راح احرككم كتير مني لانو انا بعملها بطنجره الضغط بحط الملح ما في اي مشكله يعني اذا بتحطوا الملح بالبدايه هيك لهم لون وحطون عجنه مثل ما شايفين المرحله اللي بعدها جينا على متل مثل ما شايفين راح اقليه نفس العمليه شوي شوي دفعه ما بنزلون دفعه واحده يعني بس بخليهم شوي ينقلى وبحركهم شوفوا القطع صغيره بتساعد الواحد كتير كتير اما اذا كانت طويله ما كتير راح تساعدنا هيك شوي شوي حبلش فيهم لخلصهم شوفوا ليه لحال بيتحركوا وبينشدوا لو تشموا الريحة ريحتها يعني من هلا بتجنن لانه نظفناها كتير منيح ومع التوابل لو بتشمو الريحة هيك رح نبلش فيهم نقلين كلن على هالدفعة دفعة دفعة وحبيت أشكر كل واحد انضم إلى قناتي جديد بشكركم جميعا فردا فردا وأهلا وسهلا فيكم بقناتي الصغيرة وإن شاء الله فيكم رح نكبرها أكثر وأكثر مثل ما شايفين رح نزلنا كمان القروشة ورح نقليهن على هالشكل هذا اليوم تعبت كتير وبدي لايكات كتير لازم هالفيديو يصل لأكبر عدد من المتابعين يشوفوا الطريقة ويستفادوا منها إذا لقيتوني مستاهلة لازم ما تبخلوا علي وتحطولي كلمة حلوة ولايك وشكرا سلفاً مثل مو شايفين راح انزل كل شيء هيك بقليون بتركون على جنب. طبعا انا حطيت نفس الشيء شويه ملح والبهارات اللي نفسها فلفل اسود والزعفران والملح يعني هلا هون نزلت الثوم ورح انزل الحمص طبعا راح انزل المي انا سكرتها وضلت نص ساعه وصارت جاهزه هلا عملتها على دفعتين خليت هاي وحدة هاي بعملها لحالة وكمان حطيت قطعتين ثلاثة جواتهم مع الكروشي والروس يعني فيكن تعملوا هالخطوة هاي مع بعضهم وفيكن تعملوها الخطوة الثانية شوفوا ليها يعني أنا عم بطبخهم مع بعضهم كل شيء وكمان فيكن تطبخوا كل شيء لحالة شوفوا ليها يعني مثل ما خبرتكم قلت لكم اللسان رح نقشره بعدين لانه بكل سهولة فينا نقشرها بعد الطبخ وهي بتكون جاهزة مثل ما شايفين طريقة كتير سهلة وفيكن تعملوها فتة اللسانات كتير طيبة رح أعملها شي مرة إذا بتكون الطريقة وهي هي صارت جاهزة أنا تركتها نص ساعة طبعا على دفعتين وصاروا جاهزين مثل ما قلت لكم فيكم كل شيء لحالة تطبخوا أنا بحب هالطريقة هاي كلها مع بعضها هاي بعملها هيك وبعمل شوي هيك وحتى بعمل الفتة كمان بتطلع كتير طيبة بصراحة تعبت كتير ما لحقت ان شاء الله شي يوم تاني راح اطبخ لكم الطريقه شوفوا لي وهيك احبائي بنكون وصلنا لنهايه وصفتنا لليوم بتمنى قدمت شي و ونالت اعجابكم بتمنى لا تنسوني دعم القناة والاشتراك وكبس على زر الجرس مشان اي شي جديد يصل لعندكن. شوفوا ليها الصورة لحالها عم تحكي وأكيد انتو كريمين احنا بنستاهل رح استنى كم لايك رح يجيلي على هالوصفة الرائعة طبخة اكتر من طيبة ما فيني اوصفها مثل ما شايفين هلا شوفوا لي اياها دايبة دوب يعني بس شو... تشيلوها لحالا كتير طيبة وريحتها بتجنن ريحتها دمار يلي يحبوا هالطبخة شدوا لي حالكم ويلا على المطبخ وهيك إن شاء الله رح نلتقي عن قريب فيديو جديد وطبخة جديدة بإذن الله دمتم جميعا في أمان الله والسلام عليكم